الراجل رئيس وزراء اثيوبيا اللي هو كنا بالزناوي. بنعتبر الزناوي اللي كنا بنعتبره العدو، وقف ليهم قال لهم انا كنت فاكركم شعب مش بيتغير ورا فرعون ماشيين كده اهوت، انا لقيت ان انتوا شعب بيغير الدنيا كلها، انا بنحني ليكم. تاكد يا مجلس يا عسكري، وتاكد يا رئيس الوزراء، وتاكد يا رؤساء الاحزاب اللي كل واحد فيكم عايز ينط وياخد له حته، ان الشعب ده عارف هو عايز ايه، والشباب الصغير اللي انتوا شايفينه حوالينا دولت عارفين هم عايزين ايه اكتر ما احنا عارفين، وهيوصلوا اللي هم عايزينه، والبلد دي ان شاء الرحمن هتعدي المرحله ديت وهتبقى دوله مدنيه زي دوله المدينه المنوره اللي كان اسمها يثرب وبعد كده بقت مدينه ونورت بسيدنا النبي. الدوله المدنيه دي اللي كانت في المدينه كان فيها اليهود وكان فيها المسيحيين وكان فيها المسلمين وكان فيها الكفار وكان فيها الحجاب وكان فيها اللبس قصير وغض النصر وكان فيها لكم ما لنا وعليكم ما علينا. اللهم صل على سيدنا رسول الله. لكم ما لنا وعليكم ما علينا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، مساواه في الحقوق والواجبات، ومساواه في حقوق وواجبات. امال يعني لو ما كانش في ستات لابسين قصير وعريان كان هيقول لهم غضوا البصر عن ايه؟ ليه يجي يقول لي ما المسيحي كافر؟ اقول له طب ازاي انا المسلم ممنوع عليا جواز الكفار؟ مكتوب لي بس ان انا اتجوز اهل الكتاب. سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام اتجوز المسيحيه واتجوز اليهوديه ليه؟ عشان دول اهل كتاب. يبقى ازاي كفار ياخد تقوى الله في البلد؟ احنا مش عايزين اخوان مسلمين، مش عايزين اخوان مسيحيين، احنا عايزين اخوان مؤمنين. لما الاعراب قالوا امنا نزل جبريل جل قال له يلا سيدنا رسول الله قول لهم ما يقولوش امنا يقولوا اسلمنا، ولسه الايمان ما دخلش القلوب. في فرق بين المؤمن والمسلم، وفي فرق بين المؤمن والمسيحي. هات مسيحي اديله كف يديك 100 كف، لكن لو اداني الخد التاني مؤمن. المؤمن ما بيسرقش ورسوخته، المسلم بيسرقها. المؤمن ما بيقتلش قلب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، المسلم يقتله. المؤمن ما بيضيعش القدس، المسلم ضيعها. يا أخي نتقي الله مؤمنين مسلمين ومسيحيين، احنا مصريين لبط محتاجين ان احنا نتشد ونبقى مؤمنين. مؤمنين، عايزين الإخوان المؤمنين المستقلين يا رب يجعلنا سبب ان احنا نجمع 80% اللي كانت بتكسب دايما الانتخاب ورا كتلة مستقلة حقيقية مؤمنة ببلدها، مؤمنة بدينها، مش بتتكلم، فعالة. المسلم كلامانجي والمسيحي كلامانجي، لكن المؤمن فعال. احنا عايزين نبقى فعالين ونبقى الإخوان المؤمنين. يعني أنا بكل المحبة يا ريت فعلا الرسالة توصل، لأنه الإيمان أهم بكتير من التحزب لأي اسم. الإيمان موجود في قلوب كل البشرية. عاش حبك يا علي واللي جيل من بعد جيل، ياللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. يا احنا بين عهدك يا غالي من شباب حر واصيل، يا احنا بين عهدك يا غالي من شباب حر واصيل.